قبل مغادرة ملبورن الأسترالية سنقضي جزءا من نهارنا في أول متحف في الهواء الطلق في هذه القارة أي أستراليا، كما سنزور قلعة كرايل التي تحاكي القرون الوسطى. هيا بنا. متحف سوفرينغ هيل يجسد حقبة من تاريخ مهاجري أستراليا بعد اكتشاف الذهب عام 1851، عندما هرع آلاف المهاجرين أو المغامرين كما يسمونهم هنا للتنقيب عن الذهب في الحقول الأسترالية. يمكن زيارة مناجم الذهب والتعرف عن قرب على تاريخ أستراليا في شوارع وأزقة سوفرينغ هيل، كمشاهدة السيدات بزيهن التقليدي والعروض العسكرية التقليدية والعربات التي تجرها الخيول والمتاجر التقليدية، وكذلك المسارح والمدارس التي شيدت لأبناء هؤلاء المهاجرين في القرن 18. أنصح بزيارة متحف الذهب الذي يتميز ببنائه الزجاجي، وأنصح أيضا بشراء قطع ذهبية من تلك المتاجر الحائزة على جوائز خاصة في عالم المجوهرات الذهبية الأسترالية. واو، ريح قوية اليوم. كرايل كاسل سميت بهذا الاسم نسبة لبانيها كيث رايل. يوجد في القلعة خندق تاريخي وجسر قديم، بالإضافة إلى المتاهات والأبراج وأماكن تخزين الأسلحة، كما تقام عروض مسرحية يومية في فصل الصيف الأسترالي. تقع كرايل كاسل على بعد 8 كيلومترات شرق بالارات، وتوفر أماكن إقامة لمن أحب قضاء ليلة تاريخية في الريف الأسترالي. ليث بزاري، العربية، ملبورن، أستراليا.